السلام عليكم. هسه راح نكمل شرح او حل سنوات الستيفنس ميثود. مثل ما عرفنا انه كان في عندي بارتين للستيفنس ميثود، البارت الاول للترس والبارت الثاني للبيم، والفيديوهات موجوده قبل هذا، وهذا الفيديو راح يكون الثالث اللي بس تحضره وتفهمه هو مثل الفيديوهين اللي قبل، راح تكون جاهز لتحل 25 علامه اقل شيء من امتحان الفاينل وخمسة علامات كوزات، يعني 30 علامه لهي الطريقه. فخلينا نشرح سنوات واي استفسار او اي ملاحظه تواجهنا بنحلها. تمام، نيجي من الاول. احكي لي هون كم عدد هي الهول تراست ستيفنس ماتريكس از، يعني الهول تراست يعني التراست كامل. التراست كامل كم جوينت فيه؟ في 1 2 3 3 جوينت، فابعاد المصفوف 3 جوينت ضرب 2 بتعطيني 6، ف 6 ب 6. طبعا تنتبه انه لو حكى لي كم عدد الستيفنس ماتريكس للمنبر دائما 4 × 4. تمام، هاي للمنبر. شو مكان المنبر؟ والتراس الهول تراس بيكون الجوينت ضرب 2. انتبه. السؤال الثاني طالب مني اوجد الكي 22 للهول تراس. هسه بتروح بتشوف رقم 2، هاي رقم 2، بدي اشوف هل رقم 2 موجود بمنبر واحد فقط ولا بمنبرين ولا بثلاث. بلاحظ انه موجود الرقم 2 مشترك بين منبر هذا وهذا وهذا، فبالتالي راح يكون عندي انا 3 كيات، كل كي بجمعهم لبعض، يعني بجمع كي 22 من هون وكي 22 من هون وكي 22 من هون وبجمعهم. يلا نيجي للمنبر الاول، منبر هذا. بلاحظ انه في عندي 3 و4 و1 واثنين، واحد اثنين ثلاث اربعة، وعندي هاي الزاوية ثيتا، عندي هاي ثيتا، والأوريجن بدي أفرضه هذا الآي وهذا الجي. فبالتالي شكل السهم اللي بدي يبين لي إنه شو الموجب وشو السالب هو هذا. فبالتالي الإكس موجب والواي موجب، يعني السي إكس راح تكون موجبة بوزيتيف والسي واي راح تكون بوزيتيف. يلا انا بدي كي 22، فبروح برسم المصفوفه، هاي المصفوفه كالتالي، بقسمها وبرقم، كون الاوريجن عندي هذا اي، فبرقم الاكس اللي هون 3 4 1 2، بروح على هاي، يعني دائما برقم اكس واي اكس واي. فانا ايش بدي بقى فقط هاي القيمه، هاي القيمه بدها تكون عندي، نرجع للسلايدات، هي عبارة عن سي واي تربيع. السي واي يعني ساين ثيتا، سي واي ساين ثيتا، فكم الثيتا؟ إذا عندي هذا المنبر أبعاده 3 4، فبالتالي هذا 5 الوتر، فبالتالي ساين ثيتا هي 4/5، فسي واي تساوي 4/5 بوزيتيف لأنه لفوق، يعني أنا فرط الأوريجين هيك. فسي واي تربيع بتساوي 16/25، فأنا هي سي واي تربيع على أقل، فسي واي تربيع على ال تساوي 16/25 × 5، يعني 125. فهاي من المنبر الاول. طيب رحنا للمنبر الثاني، المنبر الثاني هيو برسمه، بحط عليه 5 و6 و1 و2، فبالتالي بفرض هذا الاي وهذا الجي، فبالتالي كيف شكل السهم؟ شكل السهم هيك، فبالتالي هو على واي فقط، يعني سي واي تساوي 1، يعني ساين 90 1، ولانه فوق موجب، فبالتالي وال كم طوله؟ هاي طوله 4، فبالتالي سي واي تربيع على ال هي عباره عن 1/4. طيب طلع المنبر الثالث، المنبر الثالث إذا هاي 3 وهاي 3 وهاي 4، فبالتالي هو طوله 5، وبدي أفرض الأوريجن هيك، فالسي إكس سالب والسي واي موجب وهو نفس الطول، فبالتالي برضه سي واي من المنبر الثالث هي 16/125، فبالتالي كي 22 بدها تساوي 16/125 هاي من المنبر الأول، 1/4 من المنبر الثاني، 16/125 من المنبر الثالث، وبتطلع معي نجمعها 16 ضرب 22 زائد 1/4،
تطلع عندي 0.506 هيها سي، هاي الجواب. السؤال اخذ مني دقيقتين تقريبا، عادي يعني، هذا اطول سؤال بيكون، المهم الكويز كله ثلث ساعه بيكون ربع ساعه. هذا السؤال طالب اني اوجد الفورس بالمنبر واحد. احنا حكينا الفورس لها برنامج او منحله يدوي، انا بدي اعطيك كيف تحل هذا السؤال. الفورس هذا كان موجود بالشرح، كيف بدي احله على كيف بدي اوجد القوه بالمنبر. اول شغله اوجد الكيات للترسات، ايش انا بدي؟ بدي الفورس بالمنبر ان 1، فبالتالي الفورس بالمنبر ان 1 شو بدي اعمل انا؟ بدي امسك هذا يعني، ففي عندي 1 وعندي 2 وعندي 3 وعندي 4، فانا مطلوب مني اوجد سي اكس وسي واي ودي 3 ودي 4 ودي 1 ودي 2. دي 3 ودي 4 0، سي اكس وسي واي معي. كم شوي طلعتهم؟ 0.4 0.6 و0.8. بضل عندي دي 1 ودي 2 اللي هي قيم الديفليكشن. بدي اجيب قيم الديفليكشن، كيف بدي اجيب قيم الديفليكشن؟ بدي اوجد المعادلات. بدي احكي المعادلة الأولى هي لو فرضنا هاي هي الواحد، فالمعادلة الأولى هي سالب 6 بتساوي K11 في D1 زائد K12 في D2. المعادلة الثانية هاي التي تحت، فسالب 8 تساوي K21 في D1 زائد K22 في D2. هسا قبل شوي أنا أوجدت K22 صح؟ صح. فبنفس الطريقة بجيب K12 وبجيب K11، بجيبهم وبحل، بتطلع معي دي 2 بتطلع معي دي 2 ودي 1، بتطلع معي دي 1 ودي 2. فبروح بطبق بالقانون هذا، بروح بطبق بالقانون هذا، هذا القانون، ايوه هذا القانون اللي هو مثلا هذا ان 3، هذا قانون ان 3، الديفليكشن اللي هون والديفليكشن هون، بحله بطلع معي القانون. إذا ما بدك بنحله على البرنامج سوا على السريع. كنا نحكي اسمه 2D thrust، بدنا نرسم له الإحداثيات أسفل اليسار. فبالتالي الجوينتات بدها تكون عندي الأولى 0 و0، فالأولى كم بدها تكون؟ 0 و0. الجوينت الثاني بده يكون 3 و0 اللي هو يعني هون، والجوينت الثالث 6 و0، والجوينت الرابع هو عبارة عن 3 و4. هاي التراس، بعدين بحط التراس برسمه يعني، التراس عندي هيك شكله. بعدين في عندي الماتيريال بس المهم واحدات. بعدين عندي اللود، اللود في عندي اللود هون وهون، في عندي على الجوينت 4 سالب 6 وعندي سالب 8، هيو سالب 6 وسالب 8. في عندي السبورت، عندي الجوينت 1 و2 بنات و3 بن كمان 4 فري. فبالتالي ريزلت هو بده بأي منبر؟ بده الفورس بالمنبر ان 1. الان 1 بدها تطلع عندي 7.53 كومبريشن، يعني 7.53 كومبريشن. فيا بحله على المصفوفة بكون أنا موجود أصلا بالمطالب الثانية K11 و K12 والسوالف هاي، يا بحله على البرنامج، البرنامج أصلا بس تكون مستعمله عارف ترسمه. طيب السؤال الثالث يقول لك كم الأبعاد المصفوفة، كم جوينت عندي؟ عندي 1 2 3 4، فالجواب 8 ب8، تمام. تضرب 2 في عدد الجوينت اللي هو التراس. هذا السؤال طالب ديفليكشن نفس الطريقه، بتحله على البرنامج يعني. في هاي طالب مني دي 2، كم دي 1 دي 2؟ هاي دي 2، يعني بده الديفليكشن اللي الواي، بده الديفليكشن الواي. بنحل بنفس الطريقه معادلتين لانه هذا عندي 3 بن، فبالتالي الديفليكشن عندي 1 و2 بحلهم، تمام. هذا السؤال اوجد الستيفنس كوفيشنت K11 بالمنبر 1، هاي منبر 1 موجود، واحد موجود، بالتالي الجواب مش زيرو، أصلا فيش زيرو بالخيارات، برسم واحد واحد. هاي طبعا لاحظ انه بالسؤال هذا اللي هون اوجدنا هون K22 وهناك طالب مني K11 من منبر واحد، فبالتالي بالأسئلة الثانية كمان راح تلاقي K11 للترس كامل، يعني راح تلاقي حوالي 10 أسئلة هم حل نموذجك فعليا. يلا في عندي 3 4 1 2، وهاي الزاوية ثيتا، فأنا بدي أرقم
واحد اثنين ثلاث أربعة، برسم المصفوفة. ثلاث أربعة واحد اثنين، ثلاث أربعة واحد اثنين. هو شو بده؟ بده كي واحد واحد، يعني بدي هاي القيمة. هاي القيمة كم؟ اللي هون سي اكس تربيع، سي اكس تربيع يعني كوساين ثيتا. طبعا أنا فارض الأوريجين هيك، فبالتالي تتكون موجبة وأصلا تربيع يعني ما بفرقش معي. بدي أحكي كوساين الزاوية، كوساين الزاوية هي 4/5، فبدي يكون عندي تربيعها 16/25 وعلى الأقل 16/125. 16/125 بتطلع معي، بتقسم تمسك الآلة حاسبة بيطلع عندي 0.128، هذا الجواب. طيب هذا السؤال على البيم، بيقول لي أوجد K21 للمنبر واحد. وين منبر واحد؟ ركز على الترقيم، هون منبر واحد مش هون، هو حكي لي مرقم لي إياه هون. بده K21 للمنبر واحد، فبتروح بترسم البيم زي هيك، فهاي 8 وهاي 1 وهاي 7 وهاي 2. أنا بدي K21، فبدي أعمل وين الأوريجين؟ هاي الأوريجين I وهاي الأوريجين J، يعني أنا بدي أمشي زي هيك، يعني بدي أرقم المصفوفة في دلالة شير مومنت، يعني 7 2 8 1، 7 2 8 1. هو إيش طالب مني؟ طالب مني K21، K21 هاي القيمة. هاي القيمة كم؟ نروح على البيم، K21 اللي هي هاي القيمة 2 اي اي على ال، يعني 2 على ال. كم طول المنبر؟ كم طول المنبر واحد؟ هو 6، ف 2 على 6. 2 على 6 كم؟ 0.333. هاي شايفين ما اسهله؟ هذا بيم يقول لي كم ابعاد المصفوفه؟ كم جوينت؟ احنا قلنا عدد الجوينت ضرب 2، كم الجوينت؟ هم 4، ف 4 في 2 8، فالجواب 8 ب 8. هيو طيب بدي هون اوجد K11 للمنبر 2، هاي K11 للمنبر 2، فهاي المصفوفة فهاي 5 وهاي 6 وهاي 1 وهاي 2. بدي K11، بالتالي الترقيم عندي عبارة عن 5 6 1 2، 5 6 1 2، فبالتالي بده هاي القيمة هي سي اكس تربيع على ال. نتأكد من بعض، CX تربيع على ال. كم السي اكس؟ انا عندي السهم هيك لفوق لواي، يعني فيش على اكس، فالجواب زيرو. جواب زيرو تمام. بيقول لي هون اوجد QF8. QF8 اول شيء بطلع رقم 8 بالرسمات، بلاقي انه هذا رقم 8، يعني زي كاني بدي اوجد الرياكشن هون. هاي هي QF8. كم هيدا تكون؟ اذا هذا 3 وهذا فيكست، فهو مباشرة WL على 2 بس، مباشرة يعني 3 ضرب 6 تقسيم 2 بطلع 9. طبعا في جوابين 9 غلط من الدكتور فبتراجع. تمام هذا السؤال اوجد D1 للهول تراس على البرنامج. طبعا انتبه في سالب وموجب، اعرف شو بيطلع معك. فارض انه هاي لليمين، فبالتالي الدفليكشن لليسار، فبيطلع سالب. اصلا منطقيا انه بلاحظ انه هون سالب. انتبه هذا السؤال بقول لك اوجد K12 للهول تراس. قبل شوي احنا اوجدناها K12 بالسؤال الاول، طلعت 0.506 كأنه، بس نتأكد من الاطوال، تأكد من الاطوال اذا نفسهم. طيب هذا السؤال اوجد D1، يعني بده الهوريزونتال ديسبيسمنت، هو اصلا حكي الهوريزونتال ديسبيسمنت، فبدك تحسبه على البرنامج زي ما حلينا قبل شوي، او البروسيجر كامل. قلنا كيف نحسب البروسيجر، نطبق المعادلتين والاوريجن، بنطلع الكيات كلياتهم. اوجد Q2 للهول تراس. كم Q2؟ اول شيء رقم 2 هيو، فبده هاي كم؟ هاي سالب 8 لانها لا تحت، عكس فرضي، عكس الرسمه. هون بده D1 للهول تراس. قبل شوي شو قديش السؤال اجانا؟ طبعا هو بيطلع هاف، D1 اللي هو الافقي بيطلع هاف، والعمود بيطلع هاف. هنا اوجد K11 من منبر 2، قبل شوي طلعناها 0، طلع معي سي اكس تربيع على ال، طلع 0. هون
هون اوجد تي 1 للهول ترانسبورت هون نفس الشيء. ممكن يجي نفس السؤال للكل بس يغير اللودات، تقسم الجواب اثنين اذا هي خليها 3 واي 4 يعني. هذا السؤال اوجد كي 3 3 للهول ترانس، اوجد كي 3 3 وين 3؟ هيها بلاحظ انه رقم 3 مش مشترك غير بالجوينت هذا بالمنبر هذا، فبالتالي راح يكون هون مثلا 3 4 وهون 1 2. اما لما تروح تمسك الجوينت الثاني هذا ما راح يظهر معك رقم 3، والجوينت الثالث نفس الشيء. فالجواب هو اللي من المنبر هذا، من المنبر هذا كم بده يكون؟ بده رقم المصفوفه، نشوف الاسئله قديش سهله. بدي اخذ هذا الاوريجن يعني هيك الاكس، هيك السهم يعني السي اكس موجب، بده يكون عندي 3 4 1 2 3 4 1 2. هو بده 3 3 يعني بده يعني بده سي اكس تربيع على ال يعني 1 على ال فعليا، لانه السي اكس هون 1 لانه كله على اكس يعني، يعني كوساين الصفر 1. كم طول المنبر؟ طوله كم طوله؟ طوله 3، ف 1 على 3 الجواب. فيش خيارات طالعه، 1 على 3 بيطلع. هذا السؤال كم جوينت عندي؟ 1 2 3 4 5، 5 ب 5 يعني 10، جواب 10. هذا حلينا قبل شوي بس كومبريشن مش تنشن، انتبه. هذا السؤال اوجد كي 21 للمنبر 1، وين كو 21؟ هاي قبل شوي حليناها، اذا الطول نفسه 6 فالجواب 0.33. اما لو للهول بيم بتشوف اذا 21 مشتركه بالهول بيم. هذا نفس الشيء، هذا بده ان 2، بده الفورس من منبر 2 على البرنامج، ما فيش داعي انه نتعلمه، خلاص تعلمناه. بده الستيفنس كي 22 للهول ترس، كي 22 بتلاحظ انه 22 راح تكون مشتركه بكل الاماكن. يلا كي 22 حلينا ولا لا؟ لا ما حليناها، شوي تاكد اذا حليناها. حليناها. تمام، هذا السؤال بيقول لك اوجد كيو 1، كيو 1 هاي رقم 1 وهاي لليسار فبالتالي سالب 6. شوفوا السؤال ما سأله، كي 1 1 للمنبر 1 حليناه قبل شوي، كان طلع 0.128. طيب هذا السؤال بيقول لك كم الدايمنشن للهول بيم، للهول ماتريكس، كم جوينت عندي؟ 1 2 3، فالجواب 6 ب 6. 2 ضرب 2، 2 ضرب 3. هذا بده الـ K11 للمنبر 2 حليناه طلع 0. هذا السؤال بده الـ K11 للبيم، للبيم كامل، فوين رقم 1 عندي؟ هاي رقم 1 هو الثيتا هان، يعني أنا بدي أمسك هذا المنبر وهذا المنبر وهذا المنبر، بلاحظ إنه الواحد مشتركي هون مشتركي هون، صح ولا لا؟ راح تقول لي صح، فبدي آخذ الـ K11 من هون والـ K11 من هون. يلا يعني بنيجي للمصفوفة الأولى. بدي اخذ الاوريجن هون، فبالتالي 4 3 7 1، انا بدي 1 1 يعني هاي 1، والمصفوف الثانيه بدي اخذ هاي، بدي يكون عندي شير عموما 7 1 7 1، فبدي هاي، بدي القيمه هاي والقيمه هاي واجمعهم مع بعض. بنروح على هون بنلاحظ انه القيمه هاي هي 4 على ال، والقيمة هاي هي 4 على ال، بدي أجمع 4 على ال و 4 على ال، نجمعهم مع بعض. طبعا طول نشوف هاي، هاي طولها 4، يعني 4 على 4 زائد 4 على 6. ننتبه للإشارات، هل هي سالبة أو هل هي موجبة؟ موجبات، فبطلع الجواب 4 على 4 زائد 4 على 6، بيطلع عندي 1.667. يعني شوف كيف بقدر احله بسرعه بدون ما اطلع كل مصفوف وارقم، بشوف شو اللي بدي اياه اللي انا بحاجته واحله. هذا بده Q1، الفورس عندي Q1، بده Q1، بده Q1 مش QF1. QF1 هي اللي بجيبها من Fixed End Moment، و Q1 اللي بجيبها من البيم، اللي بجيبها من الرسمه. وين 1؟ شوف وين مرقم لي 1، ها
هايها 1 اللي هي المومنت اللي هون، في مومنت هون، والله في هون، كم بحطه؟ 6. ليش مش سالب 6؟ فش بالخيارات، الجواب هو 6. ليش؟ لانه انا فارض الواحد هيك وهي هيك، بالتالي الجواب 6. الدكتور غلطان طبعا، في حال ما لقيت 6 موجبه بتحطها سالب 6. هو الدكتور غلطان كانه بده عند 3 مش 1، يعني مشان هيك طلعها 5. شلون شلون اللاجو بده الفورس عند Q2. وين Q2؟ هي Q2 في هون مومنت بالرسمي، لا بالتالي الجواب 0. هي 0. بده QF8 حليناها قبل شوي، W في ألعى 2، الدايمنشن ماتريكس هون 4 جوينت، بالتالي 8 في 8. هون بده الإكويفالنت فورس QF2، وين 2؟ هي 2 مومنت، ال 2 مومنت. فشو بدي أعمل؟ بروح بمسك، بمسك المنبر هذا، بمسك المنبر هذا لأنها مشتركة فيهم، هذا فيكست فيكست، قيمته 0 ما بطلع لي إشي، ما فيش لودات، وهون في عندي هاي. طبعا هذا وهذا ما بيشتركوا معي بالحل، تمام؟ ديروا بالكم. ليش ما بيشتركوا معي بالحل؟ لأنه إذا بيجي هون بتيجي هون ويصفروا بعض وسوالف زي هيك. فهون كم الطول؟ 6 و2، فالمومنت اللي هون QF8 QF2 قصدي هو عبارة عن مع أقارب الساعة، أو بديش مع أقارب الساعة، هل عكس فرضي ولا لا؟ هاي فرضها هيك هيك، وانا اللي معي هيك، يعني عكس بعض، عم تطلع سالبي، سالب W ال تربيع على 12، سالب 2 ضرب 36 على 12، بيطلع الجواب سالب 6. تمام. QF اللي هي اللي بتجيبها من الفيكست اند مومنت، وننتبه لو كان في عندي رود هون مثلا، بدي اطرح اللي من هون جاي. طبعا ننتبه، انا هاي طلعت معي مع اقارب الساعة، وهو فارض عكس اقارب الساعة هو الموجب. تقدر تسأل الدكتور، بجوز الدكتور حكي شيء ثاني. هون السؤال بده QF4، وين QF4؟ نطلع الجواب اللي رقمه 4 هيو، فبعمله فيكست، مش راح تحطه 10، غلط، شايف في 10 غلط. ليش ما بتحط 10؟ لأنه هو بده QF اللي بجيبها من الفيكست اند مومنت، فهي 16 على مسافة بالنص، فالجواب هو PL على 8 اللي هو 16 ضرب 5 على 8 بتطلع معي 10 بوزيتيف. شوف لحسن الحظ طلعت 8. دقيقة، لا غلط 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 غلط، أنا بدي QF4، QF4 اللي هي المومنت. بي ال على 8 صح، 10 10 صح، 10 بوزيتيف، لأنه بنفس ال، لا 10 نيجاتيف، سالب 10 الجواب، لأنه المومنت عندي بيجي هيك، وهذا المومنت اللي عندي هيك. هذا السؤال بده الستيفنس ماتريكس 8 في 8. هذا السؤال بده K11 حكيناها. هذا السؤال بده QF4 حكيناها، سالب 10. هذا السؤال بده K21 للبيم كامل، فجمعنا القيمتين طلع معي 1.667. وهذا السؤال طالب مني K21 للبيم كامل برضه. K21 للبيم كامل، شوف الواحد هون، فبالتالي بدي اخذ المنبر هذا الوحيد اللي مشترك فيه رقم 2 واللي مشترك فيه رقم 1. فبالتالي المصفوفة عندي ترقيمها راح يكون عندي شير مومنت 7 1 8 2 7 1 8 2، فالمشترك بين 2 و 1 هاي أو هاي اللي هي آخر صف، تطلع عندي قيمتها 2 اي اي على ال، 2 اي اي على ال يعني 2 على 6، 2 على 6 تطلع معي بون 3 3 3. وينها هاي؟ هذا الجواب شوف معطيني المصفوفة جاهزة اللي أنا بحتاجها، بيقول لي كم QF6 وين 6 هيها، يعني أنا بدي أوجد اللي هي بتطلع معي هيك عكس هاي، فبطلع عندي سالب W على التربيع 12، يعني سالب 20 ضرب 36 على 12 بطلع الجواب معي سالب 60. هاي سالب 60، هذا الجواب بده QF6 طلعنا هي بشوي سالب 60. هذا شو بقول لك؟ بده ال N3، بده ال N3 وين من بار 3 مش مبين، كأنه هذا بتحله على البرنامج، بتحله على البرنامج، بس انه مش صعب،
فتحل على المصفوف اللي معك او على المصفوفات او على البرنامج. هذا بده K33 حليناه قبل شوي، طلعت معي رقم. وهذا خلينا اول سؤال. هذا بده D2، يعني هذا بيطلع معي سالب. لا بده D2 سالب 15.81. بتمنى انه هيك فيديو السنوات يكون واضح، عرفتوا كيف الافكار بتيجي، ان شاء الله ما بيجي اكثر منها. يعطيكم الف عافية.